أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم، مع عالم الرياضة كثير بنسلط الضوء على أهمية الرياضة بحياتنا اليومية وأثارها الإيجابية، بس اليوم رح نحكي عن الإصابات الرياضية، كيف بيتم علاجها، كيف ممكن نتفاداها وطرق الوقاية منها. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع الكوتش غيداء إبراهيم، مدربة لياقة بدنية. يسعد صباحك صباح وأهلا النور، وسهلا فيكي. أهلا فيك. يسعد صباحك. خلينا نحكي بالبداية عن الإصابات الرياضية، يعني نسمع عنها بشكل كتير كبير وبنشوفها من خلال، شو هي أكثر الرياضات اللي بيصير فيها إصابات فينا نقول رياضية؟ عموما الإصابات الرياضية بتصير بكل أنواع الرياضة، بقى هي صحيح. تختلف أنواع حسب نوع اللعبة، بس أكثر شيء عندنا تمارين اللياقة البدنية، تمارين الحركة، يعني مثلا تمارين كرة القدم، تمارين الجمباز، تمارين أي شيء فيه فرق، فيه تلامس، فيه احتكاك، هدول معرضين أكثر للإصابات. نجي على قسم بناء الأجسام، هلا الرياضة اللي كتير شائعة حاليا وكل العالم عم تحب تلعبها، كمان هي فيها إصابات إذا نحن ما عرفنا كيف نشتغل صح ونتفادى الإصابات اللي بدها تصير ونوقي حالنا زيادة بطريقة، يعني إنه نعرف الكوتش يدلنا ينبهنا على تنبيهات معينة. طبعا أكيد يعني كرياضيات فينا نتفادى. رياضيين مثلا طبعاً. كيف فيهم يتفادوا خصوصا الجداد، إنه بعض الإصابات اللي هن بيكونوا لسه مبلشين بالطريق، كيف نتفادى هي الإصابات الرياضية؟ هلا التفادي من الإصابات الرياضية عموما أنت بس بدك تنتبهي لموضوع الإحماء، التسخين الزايد. صحيح. لما أنا بحمي جسمي منيح كلاعب شو ما كان يكون نوع الرياضه اللي انت عم تلعبها، لازم تحمي كثير منيح، تعمل تمارين الاستطاله قبل تمرينك. قديش الاحماء بيقول لك اذا ما حماي منيح بيكون في عندك اكيد يعني مشكله بالتمارين الرياضيه. تختلف من تمرين للثاني، بس هو عموما لازم تكون من 7 ل10 دقائق، مو اكثر من هيك، اكثر من هيك بصير بقى في سحب زياده للطاقه اللي موجوده بجسمك. حتى بجسم الرياضات القويه العنيفه اي رياضه 10 دقائق هنن كافيين، 10 دقائق بتحمي لك جسمك كامل بالاضافه للعضله اللي انت حتشتغلي عليها، ان كان ببناء الاجسام، ان كان مثل ما حكينا بالفرق، شو ما كان يكون اللعبه، تقريبا 7 ل10 دقائق هنن كافيات. فبس بعمل تسخين زايد للعضله، بالإضافة أنه بستخدم المعدات والواقيات مثل مثلا المشدات تبعون الركب، لأنه هنن أكثر عرضة للإصابة. أكثر عرضة للإصابة هنن عندنا الركب، الكواع، يعني مفاصل عموما، الكتاف، وين في مفصل لازم نحن نحاول نحميه. كل الرياضيين لازم يلبسوا مشدات لهدول المناطق حسب أنواع اللعبة. هلا مثلا مثل ما عم نحكي كلاعبين فرق بدهم يحموا ركبهم أكثر شيء، في عندهم كثير ركض، في عندهم تلامس مع اللاعب الآخر، ممكن وقعة قوية، صدمة قوية، يصير في أكثر شيء أذى بمفصل الركبة والكاحل. أما برياضات كمال الأجسام عندنا بدنا ننتبه أكثر شيء على السواعد، المعصم عفوا، على المرفقين وعلى الكتاف. يفضل نستخدم معدات مثل ما عم قلك، مثلا كلاعب كمال الأجسام يفضل يستخدم الحزام الواقي مشان موضوع الظهر عنده، والمشدات للركاب، هدول يعني هدول أكثر شيء، يعني هدول أهم طرق الوقاية فينا نقول. كمان الغذاء بدنا ننتبه لموضوع الغذاء، انه ما بيكون الغذاء عندنا ما بيعادل الشيء اللي انا عم بصرفه وعم بحرقه خلال التمرين تبعي، فبس ننتبه لموضوع الغذاء، موضوع التسخين والمعدات الواقيه. بس لما نقول ننتبه لموضوع الغذاء للاصابات الرياضيه، نحن عم نحكي عن تقويه الجسم بشكل عام، لحتى التمارين حتى اللي هي الطبيعيه ما تاثر عليه تماما. فنحن لازم بس ننتبه على موضوع الفيتامينز، قديش نحن عم ناخذ فيتامينز بغذائنا، قديش نحن عم ندخل بروتين، عم ندخل كارب، عم ندخل الياف اللي هي عن طريق الفواكه والخضروات، فنحن ما لازم نهمل ولا اي جزء من النظام الغذائي تبعنا، لازم ندخل كل العناصر المطلوبه مننا. شرتي لنقطه كثير مهمه، ما لازم نهمل، وللاسف يمكن هي ثقافه موجوده، حتى مع انه بتلاقي الشخص بيلعب رياضه بس بيتجاهل عن بعض التفاصيل وبيهملها، مثلا مثل الاصابات، مع انه ممكن تكون خفيفه، يعني نحن بنشوف كنا انه مثلا انه اصابه خفيفه، لا بدي اكمل الرياضه، بدي العب، بدي استمر، انا ما فيني اوقف الرياضه. اهمال الاصابات لو خفيفه قديش بياثر على يعني بنيه الجسم والاستمرار بهي الرياضه؟ شو ما كانت تكون الإصابة، نحن لما منلحق ببدايتها أفضل بكتير ما نحن ننطر لحتى تتفاقم المشكلة معنا. فنحن بهيك حالة شلون نحن بدنا نميز أول شيء الإصابة عن الألم اللي ناتج عن التمرين، اللي هو التعضيل مثل ما هو معروف عنه. صحيح. فلا، نحن الإصابة هي لما أنت بيصير عندك هذا الألم وبيستمر، فأنا لما هذا الألم ما وقف معي خلال 24 ممكن ساعة، ممكن ما ينتبه هو صار عنده إصابة خلال التمرين، ممكن يكون ماله، لا طبعا هو ما حينتبه لحتى تبرد العضلة، لحتى يبرد المفصل، وقتها بحس بالألم. إذا هذا الألم صاحبه لمدة أطول معناته في مشكلة، لازم أنا راجع الطبيب، شوف أعمل الفحوصات اللازمة،
بهيك حالة أنا لازم أعمل استشفاء للعضلة أو لمكان الإصابة اللي صاير. فشو الاستشفاء؟ هو مدة راحة معينة. صحيح. الطبيب بيقوله عليها للاعب، بيقوله أنه أنت مفروض ما تلعب بهاي المدة الزمنية، بعدها ما برجع دغري للتمرين اللي أنا كنت عم بلعبه، لأنه أنا لياقتي ما حترجع مثل الأول وخاصة لمكان الإصابة. فأنا برجع أول شيء بعمل علاج فيزيائي كامل طبعا كمان باقتراح الطبيب ومشورة الطبيب، بعدين برجع على التمرين وبشكل تدريجي، ما برجع بقوة فورا لا. صحيح. بشكل تدريجي شو ما كان يكون تمريني، بنتبه لموضوع الأحماء الزايد، بنتبه للتمرينات اللي أنا عم بلعبها ما تكون قاسية، وبعدين شوي شوي بشكل تدريجي بصير بقوي بعمل تحميل الزائد للعضل. قلتي يمكن كوتش انه كل حاله هي يعني كل اصابه هي بتفرض عليك نسبه الراحه وقديش بدك ترتاحي مع المعالجه مع الطبيب، بس أكيد. في بعض الرياضات اللي نحن بنعرفها يعني ضمن ثقافتنا، بعض فينا نقول اللي بيلعبوا رياضه خصوصا بالمنتخبات يعني ممكن كره السله، كره طائره، فينا نقول كره قدم، بيتعرضوا لاصابات وهم ملتزمين مثلا فينا نقول بمباريات، بيتغاضوا نظر بنشوفها نحن، قديش بيأثر على هي الاصابه وفعليا قديش بيخسر من لياقته؟ يعني بنشوف وكنا نسمع اهم اللاعبين يمكن خسروا هي اللياقه بسبب اصابات خلال المباريات وما قدروا ياخذوا الراحه واستمروا لانه في عندهم التزامات رياضيه. هاي الفكره، انا ما فيني شو ما كان يكون الالتزام الرياضي، دائما في شيء اسمه لاعب احتياط، لاعب بديل بده ينزل بداله، لانه انا ما بصير يعني صار في اصابه بدها هي الاصابه يعني انا لازم اعطيها حق لهي العضله او لهي ممكن بالمفصل، ممكن هي انواع الاصابات تختلف، ممكن اصابه بالعظم او بالمفصل، ممكن اصابه عضليه، ممكن اصابه بالانسجه الضامه. صحيح. اللي هي الاوتار والاربطه وهدول الشغلات، فنحن حسب نوع الاصابه انا لازم اعطيها حق لهيدي الاصابه انه ترتاح بالاول، ولازم برجع اهلها شوي شوي على ادائه بالمستقبل بشكل كبير. طبعا بتاثر يعني بيخسر جزء من تتفاقم، لا سمح الله ممكن تتفاقم مشكله تصير اذا كنا مثلا بكسر بسيط بالعظم يصير هشاشه بالعظام، اذا كنا بمثلا تمزق بالاربطه يصير كمان في مشكله تصير اكبر شوي شوي. فلا يفضل انه بهيك حاله انا ببعد برتاح، والطبيب هو حتى ما حيرضى يعني، هو لما بده يروح عند الطبيب بده يقول له ريح حالك اجباري يعني. فلا بهيك حالة يفضل نحن نوقف نريح وبعدين بنرجع. شو هي أكثر الإصابات الشائعة يعني من خلال احتكاكك اليومي مع الرياضيين يمكن بتلاقيها أنه منتشرة؟ هلا أنا بعرف أو بسمع من الحوالية دائما لك مثلا أنه مثلا أنه مشطه انفكش مثلا الرابط تبعه أو الأعصاب أو هي تكون داخلية ما بتشعري فيها مثل أنه العظم انكسر بعد فترة بتحسي فيها بتأثر. هي الأنسجة الضامة هي اللي قلت لك عنها اللي هي الأربطة والأوتار، هدول الأكثر شيوعا بين الإصابات بكل الألعاب، مو بس بلعبة البودي بيلدينج اللي هي لعبتنا هلا لا، أنت بكل الألعاب غالبا عم بتصير بالأربطة أو بالأوتار. هيدي بقى لما انت بتروحي لعند الدكتور بيفحصك بطريقه معينه، هو لازم يحدد لك بقى هو التهاب بالوتر او بالاربطه في اي مشكله او ممكن يكون بالاعصاب. صحيح. فالاكثر الاصابات الشائعه هي مثل ما عم اقول لك هي بالانسجه الضامه. بيشغلنا نحن كمان بكمان مؤلم، هي فينا نقول المؤلم الصامت الانسجه، هو مؤلم تماما، انت ما حتعرفي لبعد ما يعني ممكن لبعد ساعتين او ثلاثه من تمرينك لبعد ما هدي جسمك وبرد وقتها لحتى تحسي بالالم، بس هو حيكون الم يعني غير محمول. مثلا اذا كان مشكله بالكتف باوتار الكتف ممكن انت ما تقدري ترفعي ايدك لهون او ما او لهون. تمام. بنقول نحن تمزق اربطه عنا هي اكثر، لا هيدي الاوتار، مشكله التهاب الوتر والاجهاد العضلي هدول اكثر شيء عم بيصيروا سببهم غالبا غير انه عدم التسخين الكافي وعدم الغذاء الكافي، عم بيصير اجهاد بالتمرين، يعني اللاعب عم يجهد حاله عم يلعب فوق طاقته عم بيطول بتمرينه. فنحن هذا جسم بالنهايه وهي عضله، ما لنا روبوتس نحن يعني، ما لنا بالنهايه رجال آلين. صحيح. تمزق الاربطه مختلف ولا طبعا هو اصعب لسه من الالتهاب الاوتار والاعصاب وهدول الشغلات، والالم تبعها ما هو محمول ابدا، تمزق الاربطه اصعب من وجع الكسر. صحيح. هو رح يبين معه بلحظه تمزق الاربطه، ما رح يبين معه بعد ساعتين او ثلاثه لا، بلحظه لما بيصير تمزق الاربطه رح يحس فيها بوقتها، فبوقتها هو لازم يوقف تماما ويتجه على الطبيب ويتخذ الاجراءات المناسبه. وقتنا معك خلص كوتش غيداء ابراهيم، مدربه لياقه بدنيه، سلطنا الضوء على الاصابات الرياضيه وقديش فعليا مهمة الرياضة، أساسا الرياضة حياة، بس لازم فعليا نتدرب بطريقة سليمة وصحيحة ونريح حالنا بشكل صحيح وسليم جسديا. شكرا كثير لك. شكرا لك حبيبتي. شكرا لك. لهون مشاهدينا بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، حاولنا خلال ساعة وشوية من الوقت نسلط الضوء على مواضيع بتهمكم وبتلامس حياتكم اليومية. بنتمنى دائما مع بداية كل نهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والرزق الكثير والانفراج لكل الناس. ملتقانا بكرة على شاشة الإخبارية بنفس التوقيت، من هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. باي باي.